Donc, nous sommes aujourd'hui à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech où se déroule un événement international, notamment la conférence internationale de l'environnement et santé, bien sûr en Afrique, qui réunit pratiquement des experts du continent africain qui sont chevronnés dans le domaine et avec des échanges, bien sûr, avec des représentants de l'Occident et du Maroc. Donc cet événement scientifique va traiter les défis majeurs que nous connaissons actuellement sur les sujets de la santé et l'environnement. Et bien sûr, ça permettra des échanges fructueux avec en établissant des recommandations qui vont pouvoir enrichir la documentation de ce qu'il y a actuellement dans le domaine. Et nous remercions bien sûr les organisateurs et les collègues de notre faculté, de l'université aussi, et bien sûr de tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement qui va se dérouler pendant 4 jours ici à Marrakech. شكرا للإخوة الصحفيين بمدينة مراكش وعلى المستوى الجهوي والوطني وعلى حضوركم معنا في هذه الأمسية التحضيرية للفعاليات المؤتمر الدولي حول إشكالات البيئة والصحة والذي سينعقد ابتداء من الغد إن شاء الله دونك من 10 إلى غاية 13 شتنبير إن شاء الله برحاب كلية الطب والصيدلة بمراكش. وكما سمعتم خلال كل المشاركة ديال حضور الأخوات والإخوان مجموعة من الدول الإفريقية اللي حضرت معنا في هذا المؤتمر، فالإشكال الكبير هو البيئة والصحة. حين نتكلم عن البيئة والصحة تتعرفوا الإخوان أنه اليوم بشكل عام التغيرات المناخية وكل الظواهر الطبيعية ناتجة عن هذه الإشكالية الكبيرة اليوم تطرح علينا واحد المجموعة من الإشكالات البيئية والصحية والأمنية. فإلى قبضت على سبيل المثال مسألة الماء، تشوفوا مثلا على المستوى الوطني والخطاب الملكي كان واضح في هذه الغاية، الأمن المائي اليوم إشكال كبير على مستوى وطننا وعلى مستوى القارة الإفريقية. فاليوم الشعوب الإفريقية بشكل عام عندها هذا الإشكال الكبير ديال الأمن المائي. فهذا الإشكال اليوم مع التغيرات المناخية تطرح واحد المشكل كبير للغاية. فهذا المؤتمر هذا سوف يعقد البرنامج ديالو على أساس محاور استراتيجية، وهي 4 محاور أساسية. إشكال الماء اللي تعرضت ليه بشكل كبير لأنه هو الأساس، ثم نمر للمحور الثاني المرتبط بالتربة وإشكالية الأمن الغذائي، ثم نمر لإشكال الهواء والتلوث الهواء بشكل عام، وتتعرفوا الكريز كوفيد واللي عشناها بواحد كل انعكاسات ديالها ما كانتش سهله. ثم نمر للمحور الرابع حول الطاقه وكل الامور المتعلقه بالطاقه اليوم، الكهرباء الى غير ذلك في القاره الافريقيه. فهذه المحاور الاساسيه هي اللي غادي تترصد المعالم النقاش اللي غادي تطرح واحد مع كل الاخوات والاخوان الحاضرين الجدد الأساس المحيطة بالمحيط الأطلسي. وتتعرفوا أنه الخيار ديال بلادنا وديال صاحب الجلالة حول هذا الخيار ديال البلدان المحيطة بالمحيط الأطلسي، نظرا للأهمية والإشكالات البيئية والصحية اللي كاينة في هذه البلدان والأمنية أيضا. فهذا هو بشكل عام الإطار العام والفلسفة العامة ديال المؤتمر الدولي حول البيئة والصحة. ولكن غادي نختم كيف قلت الإخوان سابقا أنه المؤتمر غادي يختم يوم الجمعة 13 واحد اليوم خاص للتكوين والتكوين المستمر، وهذا غادي يكون لفائدة مجموعة من الأطر الشابة اللي جاية من مجموعة من الدول اللي غادي يحضوا داخل كلية الطب واحد مجموعة ديال التكوينات أساسية، وتنبينوا أهمية المغرب في مجالات التكوين والتكوين المستمر ككل، وانفتاح المغرب ديالنا وكل المؤسسات الجامعية على بلداننا الإفريقية. والمسألة أيضا الأساسية
هو أن هذا المؤتمر ماشي قضية نخرجوا بتوصيات أو إلى غير ذلك، ولكن أساسا طاولة مستديرة اللي غد تكون يوم الخميس 12 إن شاء الله، غادي نناقشوا واحد المشروع متكامل ديال المرصد. لماذا لا؟ مرصد إفريقي للبيئة والصحة بإفريقيا، اللي غادي يكون موضوع نقاش مهم جدا، حتى نوضعوا كل المحاور ديالو لكيف ممكن انه يكون واحد الاشتغال منسق مع مجموعه ديال البلدان ومجموعه ديال الاخصائيين اللي حاضرين معنا ان شاء الله في هذا المنتدى الدولي العام حول البيئه والصحه. وكيف تنقول ديما، فمراكش هي مدينه ترحب الجميع، وكل اخوات والاخوان دائما الحو انه هذا المؤتمر يكون في مراكش، وهذا مره اخرى ما تجعل الا مراكش هي مدينه الحمد لله الترحاب، وهي مدينه الاستقبال للجميع. وتتعرفوا الحمد لله المنهج ديال صاحب الجلاله على اساس انه انفتاح حول الدول الافريقيه، وحنا بالطبع كجمعيين هذه مسؤوليتنا اننا في سياق الدبلوماسيه الجمعيه الدبلوماسية الموازية، فهذا واجبنا أننا تنطور كل أساليب على أساس تمكين تعاون إفريقي جنوب جنوب، وهذا مسؤوليتنا داخل الجامعة. وشكرا.